أنا في ولا في موقع دفاع عن النفس. القضية اللي مطروحة هو أن هناك برلماني تحدث بشكل غير مسؤول مخل بالمسؤولية، وهو السي المقرئ أبو زيد اللي تكلم على مؤسسة عمره ما مشى لها، عمره ما اطلع على وثائقها، عمره ما قرأ حتى حجم الإصدارات ديالها، عمره ما اهتم بالموضوع ديالها، لأن الفيديوهات ديالو والمحاضرات ديالو اللي كان سمعوا، هذا شخص تقريبا عايش في بلاد الخليج أكثر مما هو حط رجليه هنا. فهاد المداخلة ديالو في لجنة برلمانية كتوضع كتناقش موضوع قانون، يعني هو تصريح تسرب للصحافة ونشرته جريدة يومية في صدر صفحتها الأولى، فأصبح نقاش عام عمومي ومن حقنا نخوضوا فيه. ولهذا عبرت على رأي نقدي كيقول بأنه ماشي من حق برلماني أنه يتكلم في موضوع يجهله إلى ما دارش مجهود باش يجمع المعطيات، وماشي من حق برلماني باش يطعن في المكتسبات ديالنا فيما يتعلق باللغة المعيارية الأمازيغية، لأن الأمازيغية الآن هي لغة مؤسسات، هي لغة رسمية، ما بقاتش هذاك الشتات ديال اللهجات اللي هو باقي كيفكر به. من جهة أخرى اعتبرنا بأنه هذا النوع ديال الخطاب ما كيساهمش في التطور الديمقراطي في بلادنا، وما كيساهمش في وضع قانون منصف للأمازيغية. أما قضية الاسترزاق، الإسلاميون هم آخر من خصهم يهضروا في هذا الموضوع، لأن من كان بيته من زجاج ما خصوش يرمي الناس بالحجارة. كيفاش؟ لأنهم كلهم كانوا ناس بسطاء أصبحوا كيركبوا في السيارات الفارهة، وكلهم الآن كيعيشوا في الفيلات وكيسترزقوا أيضا كيستعملوا الدين في الحياة السياسية. هذا هو الاسترزاق الخطير والحقيقي واللي كيهدد الاستقرار البلاد. أما يعني العبد الضعيف، فالراتب ديالي معروف، هو راتب محدود جدا وبسيط، هو 14,000 درهم، هو الراتب اللي كان تقاضى من المعهد اللي كيقول لك أنني أسترزق به. وهذا المنضى هذه اللي كنتكلم عليها هي الخلصة ديال أستاذ فلسفة اللي قضى 29